شو عم تطلع؟ عطيتي رقمك للزلمة؟ أنو زلمة؟ تبع مبارح؟ لا سامي، ما عطيته رقمي. طيب مين عم تراسلي هلأ؟ أنت شو دخلك؟ صار معك مشكلة؟ مبارح؟ شبكي؟ طباعه غريبة هالزلمة. نحن عايشين بمشفى أمراض عقلية كبير هون. قديش في مجانين بهالدنيا؟ ايه، وشو كانت مشكلته؟ بده حنان. بده حنان؟ شمسي. نعم. بدي ننفصل عن بعض. يعني بدي اتطلق. هاي من وين طلعتي لي فيها؟ يلي صار بالفترة الأخيرة تعبني، بدي بعد وارتاح. كنت شو هالحكي؟ شو يعني اللي صار تعبك؟ اشرحي لي. يعني انت بدك تهربي وتتركينا لانك تعبانه، معقول؟ مالك فهمان شي؟ شو ذنبي طيب؟ اذا اتطلقنا انت رح ترتاحي؟ ووقتها ما رح تصيري ام لمراد؟ على شو ناويه؟ انا بعرف ان الوقت مو كتير مناسب لهالحكي. بتعرفي ما؟ انا صار لي زمان عم فكر بهالموضوع، حتى يعني قبل يلي صار. ما بدي اكسر بخاطرك، بس حقق لي رغبتي وخلينا ننفصل عن بعض. عن جد هالشي افضل الي والك. حلو، خلينا نضيف لوحة جديدة للوحاتنا المأساوية. بدل ما توقفي جنبي وتساعديني بدك تنفصلي عني. انت مانك طبيعية ابدا كندا. انسي الموضوع احسن لك. إجا كريم. أهلا وسهلا. كيفك كريم؟ كيفك أمي؟ تعال في حملة تثقيفية، الست مريم بدها تدرسنا. اثنيناتهم بدهم يقدموا بكالوريا، مو أنا هنن. إيه وشو المشكلة؟ وين كنت لهلا؟ مشيت شوي. صاير عم تتمشى كتير بهالأيام، شو قصتك قلي؟ كريم، اليوم من بعد كل خلطاتي دفع واحدة. عن جد مبروك. والله شكلها مريم الحكيمة رح تصير حكيمة أعشاب كمان باسطنبول هون. ايه ليش لا؟ أنت أصلاً مو عرفانة قيمة حالك. أنت ما فيكي تعدي بلا ما تنقري على حدا ست ميسر. ليش أنا شو حكيت؟ قلت إنه مانك قليلة. ليش أنت قليلة عيني؟ طنشي مريم، طنشيها طنشيها طنشيها. رح طنش. عمو كريم. هلا. اوب. كيفك مراد؟ يلا روح فرجي هلا امك اللي جبناه. وقف شوي، ما فتت لغرفتك محبة فيك وما قربت من شي.
بس حبيت اتاكد انك رايح من هون ولا اتاكد انك مسافر. بتعرفي انا من وين جاي هلا؟ من القنصليه، قدمت مشان الفيزا، يعني عن قريب انا رايح من هون، لهيك اطمني وارتاحي منيح. ايه مصطفى كمان ما راح يضايق، هو كمان مسافر، منير راح يسفره. مين قال لك اخباره؟ بدك تعرفي ما؟ التقيت فيه بالهجرة والجوازات. شو؟ لا تخافي، هو ما بيعرفني. بس أنا بعرفه منيح. يعني كان عم بيطالع جواز سفر مشان يسافر.